ما عندي ندخل عليا تا درهم طحين تا غبره. المهم كل شيء ما عنديش، اصبحت يومين وانا هنا بالجوع، ما جبرتش حتى ما لقط ناكل. مره يدي مره هذا جوا والو ساكنه بالصومن، وانا قول لي زهره فحصي. السلام عليكم. وعليكم السلام. الله يرحم الوالدين. انا طالبه في المحسنين، عندي بويت واحد وما عنديش باش نخلصو، والمراه كبيره ما عندي فين نخدم، ما عندي من يعطيها لي لا ناكل ولا نشرب، الراجل عندي في الركنه، العائله عندي حماق. ودام الله يرحم الوالدين، وقفوا معايا عاونوني. الله يرحم الوالدين، الله يوقف معاكم، خلصوني الكره. الكره الناس يخرجوني منه، وانا ما عندي فين نمشي، ما عندي يدي ما عندي رجلي. انت تشوف الحاله ديالي، الراجل في الركنه والعائله عندي مريض، والله مالك الحد. دابا طالبه في المحسنين، يعاونوني الله يرحم الوالدين، الله يوقف معاكم، وقفوا معايا في هذه اللحظه هذه. الله يرحم الوالدين، الله يرحم الوالدين ديالكم، عايشه بالرحمه الله تعالى وتبارك. الناس يعطوني ما ناكل، ما عندي ندخل عليا تا درهم طحين تا غبره. المهم كل شيء ما عنديش، اصبحت يومين وانا هنا بالجوع، ما جبرتش حتى ما لقط ناكل. عايشه شي ما عندي، من دي يخدم عليا ما عندي حتى حاجه. البسطيات يشروها ملي غير الناس، الا ما شراها ملي شي نوض يذبحني. ما عندي ما نتغدى، عندي البصله وطماطي شراها في الطاجي، طوها ملي غير الناس. ما عندي شي ما ناكل، الخبز الا ما طواليش الناس ما عندي ما نجيب. عايشه مع الجواد، ندوق من الباب للباب باش ناكل، ما عنديش دي دخل عليا تا درهم. الله يرحم الوالدين، الله يوقف معاكم، وكثر خيركم الله يخلف عليكم. عاونوني نخلص 1400 بويت واحد، ودابا مول الدار يخرجني من الكرا، يقول لي خلصني ولا خرج بحاله، وانا ما عندي فين نمشي. نمشي للشارع نترشى، اجود النفوس ثلاثه د النفوس، ما عندي فين نمشي. عاونوني الله يرحم الوالدين ديالكم، وقفوا معايا، ربي يوقف معاكم.